طيب خلينا هلا ناخذ باك جراوند في اللينير الجبرا بغض النظر عن شو تطبيقاته. اول شيء لو بدي انا اعمل مضروب بدي اضرب مصفوفي ضرب فيكتور مصفوفي ثاني بس فيكتور كيف بضربها؟ بقول له واحد هطلع واحد ضرب واحد زائد ثلاث يعني هيك واحد ضرب واحد زائد ثلاث ضرب خمسة بالضبط روز في كولومز أيوة بصير ست زائد بصير 16 حط 16 بعدين أربعة ضرب واحد زائد صفر ضرب خمسة وتساوي أربعة بعدين اثنين ضرب واحد زائد واحد ضرب خمسة طلع سبعة فهي بتطلع مضروب هذول المصفوف ضرب فيكتور. طب اذا عندي فيكتور مصفوفي ماتريكس ضرب ماتريكس كيف اضربها؟ باجي بكله ايش يعني بتطلع عندي مصفوفي ثاني الجواب هون الجواب فيكتور هون الجواب مصفوفي باجي وكاني باخذ هاي ضرب هاي المصفوفي زي ما شفناها قبل شوي وبعدين بقول له هاي برضو هذا الفيكتور ضرب ايش هاي المصفوف فهون طلع عندي لما ضربت الفيكتور بهاي المصفوفي اخذنا زي اللي اخذناها قبل شوي بيطلع عندي 11 و9 بعدين بضرب الثانيه العمود هذا بيطلع عندي 10 و14 بحطهم هيك انا بعمل مصفوفي ضرب مصفوف هذا عملية بس مصفوفي ضرب مصفوف. طيب شو هو الانفرس؟ الانفرس عندي هاي الماتريكس بدالك الانفرس تبعها. الانفرس تبعها هو مصفوفي معين بغض النظر شو بكلبها. لو ضربت هاي المصفوفي ضرب هاي المصفوفي بيطلع عندي هذا الشكل. فتخيلوا هون كله واحد واحد لو انها اكثر بيطلع واحد 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 والباقي بيطلع اصفار ولو انها اكبر ده يطلع اصفار هاي واحد هيك فهي احنا بندور على هاي المصفوف فهي بنقول اف اي از ام ضرب ام ماتريكس and it has an inverse and if it has an inverse بقولوا في بعض المصفوفات بلاش inverse then A ضرب الانفرس تبعها يساوي ايش يساوي بسموه بعرفش شو اسمها الايدنتيتي ماتريكس هاي هي الايدنتيتي ماتريكس اللي هون يعني مصفوفي A ضرب الانفرس تبعها يساوي الايدنتيتي the multiplication of the matrix with its inverse produce the identity matrix. Some matrix do not have inverse. بعض المصفوفات ما لهاش inverse. If all cells are zero, مثلا إذا كلهم هون zero, بطل إلها inverse. هاي بس شو هو transpose, شو هو الinverse. Transpose إشي كثير سهل. Transpose عندك هاي المصفوفة بدك تعكسها. يعني هاي واحد اثنين صفر ثلاث خمسة تسعة صارت واحد اثنين صفر ثلاث خمسة تسعة دائما أنا بستخدم بالإكسل إذا عندي ترانسبوز لو مثلا عندي واحد اثنين ثلاث أربعة الترانسبوز تبعها شو يساوي واحد زي هيك واحد اثنين ثلاث أربعة اللي هو عمليا عكس ترتيبها وإذا بتعمل هاي ترانسبوز ترجع هاي لحد الآن أخذنا شو كيف نضرب مصفوفات كيف نعمل إنفرس كيف نعمل ترانسبوز إذا في حدا عنده أي سؤال يتفضل